أهلا بكم مشاهدينا في تغطية مستمرة من هنا من التلفزيون المصري لساعات قليلة متبقية من سباق الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. مجهود لا يستطيع أحد أن ينكره، مجهود كل من نظم وقنن وأمن هذا الاستحقاق الدستوري المهم في تاريخ مصر الحديث، إلا أن مشهد إقبال الناخبين غير المسبوق سيبقى حافزاً للأجيال القادمة وعاملاً مهماً في نجاح هذا الإجراء الديمقراطي، ورسالة لا تقل أهمية عن وعي المواطن بما له من حقوق دستورية. انزل وشارك واقع ترجمته الحشود الانتخابية أمام لجان الاقتراع في توقيت بالغ الصعوبة ومليء بالتحديات، فالاستقرار الأمني والسياسي والذي لا يختلف عليه اثنان أثبت وبالأرقام أن الشعب المصري بات يؤمن بفقه الأولويات، وتبقى غالياً على قلب كل مصري يا وطن.